الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس، عميد المعهد القومي للكبد سابقاً، زميل جامعة إسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. أهلا بكم. واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق، سواء في ناس الحلوة أو الدكتور، هي الحلقة أو الجزء القادم. بلا شك نوع معين من العلم هو الأرقى، الأكثر تفصيلا والأكثر كمان يعني قربا للتقدمية الكبيرة في عالم الجراحة، جراحة البنكرياس. فالنهاردة هتستمعوا لحوار خاص زي ما قلت لكم على أرقى مستوى، ضيف من يعني من الضيوف اللي بنفتخر بوجودهم في الناس الحلوة، بنسعد جدا في استقباله، لأن احنا قدام قيمة جراحية على أرقى مستوى، مش بس في مصر، في الوطن العربي، واسم عالمي قدير بيبقى دائما يعني وجوده في الإعلام إضافة هائلة أكيد، لأنه نقلة لأرقى أنواع الجراحات والأساليب الجراحية إلى الشاشة بشكل مباشر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، أستاذ جراحات وزراعة الكبد، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة أيسم ألمانيا لجراحات الكبد والقنوات المرارية، وعميد معهد الكبد السابق. ضيف العزيز القيمة الجراحية القديرة، أهلا بك أستاذ. أهلا بحضرتك. السؤال الأول، كلمة العنوان، يعني إيه ما نقول أول مرة نقترح هذا العنوان أسرار النجاح، ماذا نقصد به؟ عملية ورم رأس البنكرياس بالذات عملية كبيرة بيسموها الويبل. لما نشرحها للناس، الحاجات اللي بنشيلها يعني دايما عام بعد ما اشرح له العملية يقول لي طب وهيبقى ايه وانا هعيش ازاي. لكن لما نعرف ان نسبة نجاح العملية دي تتعدى 90%، 95% نجاح العملية، معنى نعمل العملية وعن يخرج بالسلام ان شاء الله. 95% ده تقترب من ايه، من المرارة، من يعني من الحاجات يعني. بس عشان نوصل للرقم دوت الحقيقة محتاج شغل كتير قوي. يمكن نقسمه حاجات هنعملها قبل العملية، بري اوبراتيف، وحاجات جوه العملية اوبراتيف، وحاجات بعد العملية بوست اوبراتيف. الجراحة كلها هي ما قبل بري عملية اوبراتيف، ما بعد بوست اوبراتيف. ما قبل العملية احنا بنتعامل مع مريض عنده ورم، وبالتالي نقطة مهمة قوي ان ما ننساش ان احنا مريض عنده ورم. في ناس بتبص للورم، يعني كتير بيجي لي اهل المريض يقول لي مش عايزين نقول له، فجايبين لي الاشعاعات بس او التحاليل بتاعته، ده ينفع يتعمل له عملية ولا لا؟ البداية دي مش صح. لازم اتعامل مع شخص على بعضه، يعني ممكن تبقى الاشعاعات والتحاليل تقول ان ينفع يستحمل العملية، ولكن عن جنرالي بصفة عامة حالته العامة ما تتحملش العملية. بره في حاجة اسمها performance state وليها سكور معين، دي السن بتاعه والحاجات، الضغط والسكر والحاجات، أرقام بنحسبها بحيث أنها في الآخر أقول المريض ده يتحمل هذه العملية فعلا بصورة أمينة ولا لأ. ودي نقطة مهمة قوي، ساعات بتبقى يعني مزد مننا كده كدكاترة، إن أنا بتعامل مع المرض مش مع المريض بس، لا، دي العمليات الكبيرة لازم أقيم الورم وأقيم المريض وأقيم العملية، وأنا عارف جوه العملية إيه اللي هيحصل، يعني متوقع من حجم الورم ده أنا هعمل إيه جوه العملية، فهل المريض هيتحمل الحاجات اللي بقولها دي ولا لا؟ كتير بيجي العيان أشوف الحاجة بتاعته أقول له ينفع عملية، لما يجي المريض أقول له لا، ده ركب له دعامة مش هيستحمل عملية. فقرار من الأول خالص إن أنا أدخله عمليات ده قرار مهم جدا. الخطوة اللي بعديها الورم نفسه، هل الورم ده ينفع يتشال ولا ما ينفعش يتشال؟ ينفع يتشال دي مفروض برضو كنا زمان القرار ده بناخده جوه العملية، لا دلوقتي مفروض بنسبة 95% بيتاخد قبل العملية. أنا فاكر ما كنت سافرت ألمانيا على الحتة دي بالذات، لقيتهم بيعملوا خطوة في أول العملية خالص يقصوا الاثنى عشر. هو أول ما قص الاثنى عشر ما هاش فيه رجعة، يعني ما ينفعش إن هو يرجع في كلامه ده مش تنفع العملية، ودي عملها في أول عملية خالص. فبسأله قلت له أنت مد كده، أنت لازم هتكمل، مين اللي قالك أنا هكمل؟ قال لي لا، تكمل أو مش هكمل دي قبل العمليات. وإحنا جوه العمليات مفيش القرار ده خلاص، طالما خدنا القرار من قبلها بالأشعاعات إن إحنا هنكمل، إحنا لازم هنكمل. دي بنسبة نقول 95% فعلا.
المشكلة العملية دي كلها في البنكرياس علاقة الورم بشريان ووريد مهمين جدا. الوريد اللي هو بياخد الدم من الأمعاء يوديها للكبد، والشريان اللي بيغذي الأمعاء. لو كنا شفنا في رسمة هتلاقوا إن هما لازقين فيهم بعض. دايما أنا عايز أشوف علاقة الورم بالشريان والوريد في ثلاث سيناريوهات ليها. أول سيناريو جميل جدا إن هو ملوش علاقة خالص، هو بعيد عن الشريان والوريد، وده أحسن السيناريوهات. السيناريو الثاني لا، ده حوط الشريان والوريد، بس حوطه ديت بنقسمها إحنا بالأشعة، هو حوطه 180 درجة ولا أقل من 180 درجة. لو أقل من 180 درجة لا ممكن العملية، أكتر من 180 درجة نبتدي نقول بقى ينفع ولا ما ينفعش. الفيديو ده بيورينا دي قبل ما يعني دي خطوات العملية ببساطة كده. يعني كشرح بسيط ان احنا هنشيل ايه فيها عشان ده اللي نقوله عليه. ده الجزء اللي شلناه، اللي هو رأس البنكرياس بالاثنى عشر مكمل معاه حتة من المعدة ومكمل معاه حتة من الامعاء، والقناة المرية داخلة في النص فشلناها مع المرار. وبعد كده بجيب الامعاء هيت اوصلها بالبنكرياس، اوصلها بالقناة المرارية، ثم اوصلها بالمعدة. دي ببساطة خطوات العملية نفسها. فالجزء التحضير قبل العمليه زي ما قلنا، انا عايز اعرف العين ده هيستحمل العمليه ولا لا. النقطه الثانيه، الورم ده هينفع يتشال فعلا ولا لا. النقطه الثالثه، التوقيت. هل انا المفروض اعمل عمليه دلوقتي؟ ده احسن وقت للمريض دوت، لان ممكن يبقى الورم حجمه كبير شويه او محوط الشريان، لا ناخد كيماوي فيقل شويه فاقدر اخش في العمليات، او اقول لا ده انا اخش دلوقتي. كل واحدة فيهم دي فيها مميزات وفيها عيوب. الحسبة دي حاجات كتير قوي بنحطها في دماغنا واحنا بنتكلم. اهي دي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها، حتة علاقة الورم بالشريان. اما اول حاجة فوق دي بعيد عنه خالص، ده احسن سيناريو. التاني ده حوطه. بس قبل معلش يا فندم، احنا هنا عندنا حاجة حمراء وحاجة صفراء. حاجة الحمراء هي ايه؟ الشريان. والاصفر ده الورم نفسه. بما لو فيه في الصورة الأولانية ده جميل جدا. ده بعيد عنه فده سهل قوي في العملية. الصورة الثانية حوطه بس ما عداش ال 180 درجة. الصورة الثالثة عدى ال 180 درجة. تفرق. الثالثة ديت لا، لو ده شريان مش هينفع، لو وريد نتكلم فيها، فيها نقاش شوية. لأن ممكن أقصه وأوصله. لكن الثانية ديت في الغالب هينفع. فقرار إن أنا آخد كيماوي أو ما آخدش كيماوي دي برضو قرار صعب جدا، بالذات عندنا في مصر. لأن أبحاث بره بتتكلم عن النقطة دي كتير، بيحبوا يدوا كيماوي في عيانين كتير وبيصغر. الحقيقة مع نقاش مع دكاترة الأورام عندنا، من وسط كل 10 عيانين خدوا كيماوي 2 أو 3 اللي بيستجيبوا، وسبعة ثمانية ما بيجيبوش نتيجة خالص. بعضهم بيكبر مع الكيماوي، مش عارف إن كان مشكلة في نوع الورم اللي عندنا، مشكلة في المريض، مشكلة في إيه. لكن في فرق فعلا ما بين الوضع بتاعنا والوضع بره، وبالتالي مش هنقدر نطبق الكلام بالظبط اللي بناخده بره ان هو علينا في مصر. لا، فيما يتعلق بالكيماوي. في الكيماوي بتاع البنكرياس اللي قبل العمليه ده بتاع البنكرياس بالظبط. هنا الصوره دي. هنا ده الورم، هنا شايفينه ضاغط على الوريد البابي اللي هو بيغذي الكبد. يكاد يكون قافله اكتر من 50%، اللي هو الورم اللي هي الحته الصفراء، الحته الصفراء اللي في النص دي في ضغط على الازرق. ضغط على الازرق. بالظبط، ده الوريد اللي بياخد دم من الامعاء ويوديها الى الكبد. دي من ضمن الصور صعبه شويه عندنا في العمليه، ليها تكنيك ويمكن نشوفه اثناء العمليه نفسها. الورم طبعا الاصفر بيتكتب عليه حرف تي، اختصار تيومر. بالظبط. فده الجزء اللي قبل العمليه. لو احنا الجزء قبل العمليه ده اخترنا مريض صح، واخترنا توقيت صح، وتحضير صح، ساعتها نقدر نقول هنروح للستيب اللي بعديها او الخطوه اللي بعديها اللي هي قط العمليات. طيب الصورة دي ما قبل العملية برضو. دي برضو عايزين يورينه العلاقة ما بين الورم والوريد والشريان. الأزرق ده الوريد البابي، والشريان ده الشريان اللي هو بيغذي الأمعاء. أول واحدة فوق دي خالص ده بعيد عنه، ده السيناريو الجميل. التاني لزق فيه شوية، التالت ده فوقه مباشرة، الرابع دي أجزاء لو هو في ديل البنكرياس، ودي هتبقى سهلة لأن هي بعيدة عن الوريد والشريان. كالعادة بنستمتع بهذا اللقاء استمتاعا كبيرا جدا على مستوى البطنة كمان، ده مهم جدا. ضيفي العزيز القمة العلمية والجراحية الكبير الأستاذ الدكتور محمد فتحي عبد الغفار، كان كعادته مبدعا في واحدة من أرقى حلقاتنا. تبقى أورام البنكرياس منطقة علمية شديدة الوعورة، حذاري أن تمر فيها بدون أن تتعلم كل شيء.
هذه all or none rule، لا تقبل إلا الكل، إنك تكون فاهم كل حاجة أو لا شيء على الإطلاق، ما فيهاش منتصف المسافة. هذه ليست منطقة منتصف المسافة على الإطلاق في العلم، لإما أنت كلك فاهم كل حاجة وبتعمل كل حاجة صح 100%، لو 1% غلط هتتقلب الدنيا إلى منطقة مخيفة للغاية لن تسمع فيها إلا عويل الذئاب، لا تاكلك يعني. خليكم مع الناس الحلوة.